Casa Aroma, la Isla Sluza, Abd Hamid Gayes, Maryam Dabir, Shamseddin Basha, Laetitia, Aziza Abou Labiar. مرحبا سهرية الأربعاء على قناة التاسعة اسمها ليميسيون يحضر فيها كالعادة بوبليك نار نار نار. طارق بعروش للأسف مش موجود معنا دونك البلاصة نتاعو قاعدة فارغة كما قاعدين نشوفوا دونك نقولوا له إن شاء الله المانع خير دونك بعروش ما نجمش يلتحق بينا أول البرنامج نسلموا عليه وكان قاعد يتفرج فينا هو ليميسيون مسجلة. عم يسالش إجا كومي محط كان مسجلة حاول حاولك تجيب أحذانا. يا ومريم دابغ فهمتش بها اليوم عطيتنا بالظهر. مريم شعرها غميق شوية عملت جو يا مريم مريومة يا مريم دابغ شنو اها يا مروة اش جايبك لهنا؟ مروة ليه انا مريم عملت ديزوبيراسيون مش مالي نشبه المروة هاي 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 قلت لك انا بهت مش فاهم قلت لك انا مريم راني عملت عمليه تجميل شويه نشبه المروه العقرب اما ستيفي جوست هو زدني شويه الفون دو تان غمقني شويه خاطر قبيله انا دخلت قلت قال لي جميع خريطه قلت لك عملت دور ما حبيتش بها معناها مريم مش موجوده لا هي مريم ليك بوسط الجميع قلت بها مريم غمقت شويه هكا معناها تان برونزي ونعرفها ديما هي تلب تبارك الله فهمتني عكسي انا خاف الطياره هي ديما تلب يا اخي قلت تصير عند برونزاج هذه 1000% بعديك خذ لي خاتي مستحيل مريم شو انا سؤال المهم سالوني دالي دمق في لوريت تو شبيه قال لك اما اسهل دالي دمق انك تنفخ ما تعمليه تجميل وانك تفش اسهل ولا اصعب؟ اسهل يا ما اسهل ما اصعب تنفخ تنفخ بيان سور دونك تسهل قولي مريومه من فضلكم بس سلموا عليها مريم ان شاء الله تكون حاضره معنا الابيزود الجاي انا ولا هي كيف كيف ديجا احنا خويت هما اخوات يا لله لو احلاهم تصفيقه كبيره على بنات ليميزيون نتاعنا اليوم فرحان برشا بحذانا النجم غايب علينا عنده مده حاتم الرابح تصفيقه كبيره عليه حاتم وينك يا حاتم وينك؟ هاني معاكم هاني معاكم عنده مده اسكو تبدل عليكم ولا ما تبدلش عليكم؟ وين غبر المده هذه كلها؟ قولوا لي انتم تبدل مش نقولوا لك جوستومون مباشره تبدل ولا يا عزيزه؟ بلاي بيبليك تبدل ولا؟ اي تبدلت في الباي ولا في الخايب ساعة؟ ما نزلتش باب شوية فما واحد قال في الخايب بلا خرجوه فازي فازي بنروح معناتها ما نزلت هكا نعدي روحي ديما تعدي روحي يبان نجم من النجوم معناتها بيريود معناتها السنة تذكروها كل اللي فيها نعيمة الجاني لايس لاسلوسة هيك الفتراحة والبوزة وشيخات هذوما كل معناتها حاجة ما تنساش هاي البوزة هاي البوزة هاي البوزة جوستومون حاجات نستجي ما عادش تقول لي طنطوني يا وجد طنطوني مازال عنا ما نحكيو معك وانتو كان فرحان برشا عندي برشا ما ريتكش متاكد اللي الساده المشاهدين فرحانين برشا انك موجود لو تو مش نوعدوك تاكل بوزه على الاخر في الايميسيون تاعك تو تاكل بوزه جيبوك نعيمه جيبوك يا دي باش تاكلها البوزه باش نرجعوكم رمضان وجو ما يتنساش اما قبل نتعداو تو سويت لي ديبريف في الايميسيون حلقة اليوم سبيسيال على الاخر قالت مستعدة انها تدفع جميع اموالها من اجل انها تزج بنجمنا وسلطان متاعنا شمس الدين باشا في السجن دونك ديبريف هذايا باش نحكيو كان على هذايا اليوم شمس رفض التصريح قال ما نتكلم كان في ليميسيون هذايا عائلتي هذايا برنامجي طبيعة طبيعة نحب نشكر طبعا الصحفيين الكل يكلموني ولا الراديو بكلكم راكم على راسي وعيني اما تعرفوني يقوموا مخر ما هم يطلبوني الصباح ماتينال بالطبيعه فهمت؟ نحب نشكر معناها السوتيان تاع التوانسه الكل اللي شفتهم حتى على باج فيسبوك معناها اللي قريت شويه كومنتات اللي ضمنوا معايا الكل بالطبيعه انا اصلا دفعت على بنت بلادي كنت مندفع شويه صحيح اما الغالب انا دمي سخون وكي البنيه تكذب مش تكذب ما ورطنا تصاور شفتها اللي هي شركه ذا فويس معناها صحيح انا كنت مندفع شويه ما عملت اوفر دوز شويه يعني دونك اعتذر نعتذر على شنو؟
هي قالت ما انت سبيتها، كان سبيتها اعتذر. انا ما سبيتش، انا صحيح معناها كنت قاسي شويه على خاطر بنت بلادي الله غالب. انا بطبيعتي اما انا ما نعرفش، ما نعرفش نمثل، ما نعرفش نمثل، مانيش دبلوماسي سبحان الله. صار لي برشا مشاكل في حياتي، صار لي برشا مشاكل في حياتي خاطرني معناها كلمتي نقولها هذيك مشكلتي. ندمت معناتها خفت لدخلك الحبس؟ ندمت ولا شنو؟ انا ما دام الشعب التونسي معايا لا سامحني سامحني خلينا نقول لك، ما دام الشعب التونسي معايا ومتضامنين معايا وكلموني برشا محامين ومعناها وانا في بلادي، يعني في بلادي معناها احنا تونس بلاد الحريه وبلاد الكلمه، معناها ما حد ما نجم يقمعني في بلادي، فهمتني؟ انا راجل سيد الرجال، راجل بفعلي وراجل بكلمتي وراجل بدفاعي على بنت بلادي ولد بلادي. ثم شكون معناها مينوريتير جاو ضدي ما نعرفش، يمكن مشكلتهم هذيك. انا راني نحب تونس بالحق بصفه غريبه، يوريك لي انا قاعد في بلادي مع احتراماتي معناها البرشا مطربين حبوا يكونوا مسيرتهم برا. انا نحب بلادي ونحب تونس ومانيش خارج من تونس ابار خوفي من الطياره. تخوف من الطياره ومن احلام ابار؟ لا لا، طياره واحلام. انا خاف من ربي ونخاف من اللي ما خافش من ربي، فهمتني؟ فهم الكلمه هذيا ومراه اللي يشوفوا فيا فهموا الكلمه هذيا. باش تشكي بيا عند الحق تشكي بيا، مرحبا بها ما يسالش. اما انا قلت كلام وقتك صحيح، ما انا قلت جيت مع بنت بلادي وكلنا جينا معها وقياس وانت وعزيزه كنا مع بنت بلادي. كوسوا هي تكذب ما تكذبش، كوسوا هي تكذب ما تكذبش، سبحان الله. ام عزيزه انت ما معناتها قلت انا قلت انا قلت لا عزيزه انا مش قلت لي نمشي للمنوبه ولا لا لا سامحني سامحني هي سايبه لا سامحني سامحني انا قلت حطوا حطوهم الاثنين مع بعضهم واحده ببعضهم، هذيك تغني ام كلثوم تغني ام كلثوم ونشوف شكون شكون خير. ما بعد سمع الله انت ما خفتش وما زيدش تشكي بك انت زاد قلت تشكي بي شو عملني؟ معناها سايبه الطفله وشدتني انا، معناها صحيح يمكن قلت كلام قاسي شويه وجبتها وقت كي قالت على الذكرى صوت نشاز هذه على اليوتيوب موجود، وانا راني والله العظيم كما قلت يا اقسم بالله لعندي انستغرام والله لا مازال نحكي لك نحكي لك على كل حاجه مهمه يا اخي. انا نحكي هذه انا تونسي بازي على انستغرام، انا تونسي حر، انا تونسي حر صحيح مرت في باريس وعمري ما نهار جا المخي باش نمشي نعيش في باريس ولا نطلب اوراقي ولا نعمل انا نحب تونس نحب بلادي. كان دفاعي على بنت بلادي باش دخلني الحبس، الحبس وقتها يولي عندي سبع نجوم وشرف ليا وشرف ليا وشرف ليا يعني بلا وانا عمري ما قلت لا صحيح انا عمري ما قلت خدام قاضي سامحني يمين انا عمري ما قلت خدام قاضي لا باش تقف خدام قاضي لا ما يسالش ما يسالش ناقف ما يسالش باش نقول لك كيفاه لحظه حكمه على راسي وعيني لحظه لحظه انا عندي ثقه في القضاء التونسي وعندي ثقه حتى في القضاء الخليجي عندي ثقه في القضاء الخليجي خاطر هي ما تهكمت عليا وقالت لي حلت عليا باب جهنم وقالت لي تصرف فلوسها وعملت إيحاءات من كلامها اللي أنا مطرب مدري شنو شافتني ما نعرفش قالت باش تكرس أموالها من أجل أنها تدخل أنت عندك الفلوس وأنا عندي الرجال وعندي نساء في تونس وعاشت تونس وبالقدرة راجع راجع ما يسالش شوف الدستور التونسي أقراه مليح وشوف اللي إحنا شعب حر وما يقهرنا حتى حد وما يغلبنا غلاب بإذن الله. نقعدوا في هذايا خاطر شنشيني على هي ما تسمع احنا قال اقرا الدستور التونسي تعرف عليه؟ ما تعرفش معناتها دستور اصلا هذاك عليه لا لا ما لا لا خويا انا نهز وعد لا لا احنا تشكي به نحب نسمع معناتها احلام دستور ولا امين دستور فما لا حسيت حقهم ما يعرفوش لا لا ما يسالش تعرف دستور يا اختي هيك نحب نشكر نحب نشكر معناها بعض من الفنانين اللي طلبوني ساندوني نحب نشكر الجاليه التونسيه في السعوديه الجاليه التونسيه اللي في الامارات الجاليه التونسيه اللي في قطر اللي في كندا اللي في فرنسا في العالم الكل طلبوني وكلموني والله العظيم فرضا فرضا ونحب نشكر على راسهم لا على راسهم ندخل ديفا لطيفه العرفاوي وتصفيق حلوه لطيفه العرفاوي معناها لطيفه لطيفه قالت لي معناها احلام صديقتنا وكل شيء قد قلبها طيب معناها فهمتني معناها جيت بالصلح انا مستعد نصالح وراني قلبي ابيض الله الله والله لا والله شمس اليوم امود لا 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 مش امود انا اسمعني اسمعني تعرفني انا اعوذ بالله من كلمه انا ما على بالي بحتى حد من ناحيه الراس كان ربي سبحانه وكان هي كبيره فالله اكبر سبحانه معناها ما 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 البحث يجيب اما تصحيحا امين الكويت عندها دستور راهي كويتية. لا هي أي. كويت عندها دستور ودستور متطور بالنسبة للمنطقة كاملة. يا سيدي المنطقة كاملة. على رؤوس نوعين جايين. التجربة الكويتية. أما يتعلموا منها ميسيرش، يتعلموا منها حرية التعبير ميسيرش، هذه يتعلموها منها. أنا تفرجت في المجلس في الكويت وعندهم فريمون عندهم نساء معناها هذا شيء ما شاء الله. شلم الموضوع سي بون، شلم الموضوع. كان تجي قدامك أحلام شنو تقول لها؟ ما عندي ما نقول لها. ما عندي شنو نقول لها معناها باش
فرضا البنية صحيحة ما كذبتش علينا. تخاف منها ولا خافك من ربي؟ ولي ما خافش من ربي. اي تخاف من ربي، اي بيانسو كنا خاف من ربي. اي ولي ما يخافش من ربي، يخاف منه زيادة. باه مالا هذا اليوم اكسبسيونيلمون باش نجيبوها لك. شنو؟ احلام موجودة بحذانا اليوم مالا يا اي عايشكم امان بالله. لحظه انا يحصل لي شرف ما انت مرحبا من هاد انا يحصل لي شرف يحصل لك شو اللي يحصل لك مرحبا احلام مرحبا مرحبا الشرف الشرف مرحبا يحصل لي شرف اليوم انت قلت باش تشكي بشمس دونك جبناك اليوم موجوده بحذانا واحنا اليوم مو شمس خايف من يقف قدام القاضي دونك القاضي اليوم موجود معانا القاضي هو عبد الحميد قياس وشمس المتهم وخليكم في التحقيق راح نتشتو مشاكل توينا برسمك بجاه ربي بجاه ربي راح نتشتو من شعره ها راح نتشك من شعرك احترم 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 موت انت اي سي شمس انا بصفتي متعهد بالقضيه شو تلعبوا لي فيها لينا تويك الحكايه؟ مش ترينا مش ترينا انت طبعا السجاير هذيك على القفه سبق انت حسبي الله فيك متهم بالتجني على الفنانه العظيمه احلام وقلت فيها كلام دوني شنو رايك؟ وشاكي بيك كان عنده حق عندي تاخذه اش قلت بالضبط انت؟ اش قلت بالضبط؟ باختصار شوف لا شوف التسجيل وكان موجود انت يعني. توا لا اسمع القاضي نجاوبوه راه جاوبني الحق من راسي لا انا قاعد نراني فيك سيد الرئيس راه تجاوب كاش تدخل حبس خاطر ما جاوبتوش ديجا حبس جاوبني على لا حصل رايك على قدر السؤال اش قلت ينجم يمس من شخصها ما يقدر يمس تفضل تفضل سي شمس الدين ولد فطوم قول اش قلت جاوب شيخ جاوبك انا قلت معناها ظلمت بنت بلادي اللي هي سمينه مدعو شمس اي مدعو شمس بنت بلادي اللي هي سمينه قالت عليها تخينه وسمينه على قول على لسان الطفله اللي جاتنا فهمتني اختصارا اي هي قالت انك عملت عمليه قذف في شخص اي قلت كلام منافي ومس من شخصها قلت ولا ما قلتش ما قلتش نسجل عليك أقوالك قايد يا حاج يا حاج قايد ما قذفش تفضل يا حاتم انت الكاتب نتاع تفضل سيد كاتب القاضي تفضل سيد احلام انت اول شيء ما تسالني انا ليش اجيت بالضبط علاش جيت سيدة انا جيت وجابك حبيبي استنى دقيقه يحكي معايا نجبد حديدي اي باش نبداو البحث شوف احترم المجلس عايش مقهورين مني مقهورين سي شمس احنا سندعينك اليوم باش تدلي باقوالك في تهمه الشتم عندكم كنتاكي شويه نظام يا شويه نظام شويه نظام يا ضم شويه خلنا شويه نظام عايش شوي نظام شوي نظام قاعدين انت توا متهم انك شتمتها ايش تقول؟ شتم متهمن تفضل انا ما شتمتهاش انا ما شتمتهاش قلت كلمة حق على بنت بلادي كلمة حق على بنت يا سيدة احلام عمق بلادي انت شنو هو اللي يمسك في من كلامه في شخصك؟ شنو هو اللي يمسك اللي فيه؟ اللي في شخصه هذا يريد نمسه التزم بالإجابة يا سيدة أول شيء أنت موت أول شيء استنى سامحني أول شيء شنو؟ باكو ليجير موت أنت فتفت فت. أنا الملكة وجمالي طبيعي شو شباب جمالي طبيعي
جمالي طبيعي والله. والله من طبيعي طبيعي بصراحة. غير منك نا. يا سيدة أحلام أنت تقر أنك جمالك طبيعي وما عملت حتى عملية جراحية لي. جمالي جمال المداني. أسمع أسمع السؤال. تقر أنك ما أجريت حتى عملية جراحية باش تجمل منها في شكلك أو في روحك أو في 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 أعضاء بتاعك في أعضاء في الأعضاء أنت الأعضاء اللي أنت معاهم. أنا بخلاف عملية خذ وهات ما عملت ولا عملية. عملية خذ وهات عملية خذ وهات. راح أشتري القناة قيد. أنا قيد. أنا القناة بس. راح أشتري القناة التاسعة ولا الثامنة ولا مدري شيء. وراح أشتري 10 مخرجين. حتشتريهم 4 أمينقارة. 4 أمينقارة. 2 لتيسيا. 2 لتيسيا. 2 لتيسيا. 2 لتيسيا. 4 عبد الحميد. لا أنا للبيع ولا أنا للشراء من فضلك. واحدة مريم دباغ قيد. أنا أغلق الملف. شمس أنت بالضبط. مريم بتبيعتها واحدة بركة. أنت بالضبط. أنت بالضبط. إيش قلت؟ لفظا صراحة. إيش قلت؟ ما أنا قلت لك دفعت على بنت زين. هي قالت باش تسخر كل أموالها علشان قال طز في احلام تحشيك في فلوسك. هذا ايش قلت؟ انا راح اقول له انت قلت الشيء هذا قلت انا راح اقول له ثروتك باش تحشيه في الحبس. انا اول حاجه استنعت استنى قبل اتكلم. اول شيء اول شيء ما بعرف شمس الدين وشواشه. ما هو اللقب تاع وشواشه. ثاني شيء شتمني هون بالإيميسيون. شتمني هون بالإيميسيون. شتمني هون بالإيميسيون. شتمك معناتها. شتمني مو شمني. مو شمني مو شمني مو شمني. شتمني. شتمني به. سيدة أحلام أنت حولك شبهة من المظنون فيها اللي جات وصرحت قالت أنت أطردتها من الحصة على خاطر عندها بدينة شوية وزايدة. أنت شنقصك عليها في البدانة؟ لا شنقصك عليها بدينة. في الزيادة معناتها. ما تكن ترجمه شوف الزيد 75 كيلو ما شاء الله بالمكياج ولا بلاش. شوف شو قلت 75 كيلو بالمكياج ولا من غير مكياج؟ بالمقاول. ما هذا تبني في بلاصه ليه. اوكي بسم الله عليك يا احلام. يا احلام سيد أحلام الدولة الأيام الأخيرة على صفحات الفيسبوك اللي هي كانت المصدر بتاع المعلومة بتاعك أنك قمت بعملية شفط. أش شنو شفط؟ فلوس ولا دهون؟ ده شنو شرفت؟ شفطت 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 شنو شفط؟ تدري ليش مش راح أجاوبك؟ ليش؟ وتدري ليش أزعل؟ تدري ليش أنزعل؟ أي والله كنت عشان إخوامه تفي. أنا حتى والله حتى أنا. تكسر الخاطر بدوني. يا عيني. بدوني لبي عرفتها. أي أنت ما دامك غنيت شمس أنت أقريت في التصريح بتاعك أن أحلام صوتها نشاز. لا لا مو صوتها. أحلام قلت لك على اليوتيوب موجود. أحلام هذيك ما لا أحلام هي قالت قبل على ذكرى صوتها نشاز يعني مش مش أحلام صوتها نشاز. وقلت لي هي تنشز. لا لا أحلام مش قالت لي ذكرى أحلام إنشاز. ألفاء أحلام عندها إنجاز. لا لا أحلام أنا قلت صرحت اللي هي قالت وهذا موجود على اليوتيوب صرحت اللي هي قالت إنه ذكرى نشز ذكرى يعني الإمبراطورة ذكرى الله يرحمها. أوكي الله يرحمها قالت عليها اللي صوت ذكرى نشاز. وهذه معناها هي قالت هي قالت يا اخي انت قلت لها صوتك انت نشاز. لا لا هي قالت مزيف. انا ما قلت نشاز. سامحني سامحني لحظه انا يومتها شمس قال صوتك نشاز وانت يومتها راحت بتطز فيك يومتها راحت للملعب. انا ملعب استنى استنى راجلي قلت له نشاز وانت بيلوز. اسمع فرصة فرصة باش نلموا الموضوع سيد رئيس. شنو طالبة يا سيد أحلام؟ يا أحلام شنو طالبة؟ كلم فيك سيد رئيس أحلام. يا سيد أحلام شنو طالبة من المواطن التونسي شمس الدين؟ راح أرفع به قضية. يلبس مجوهرات أكثر مني. مين اللي جايب لك في المجوهرات؟ هي شكت ديجا في الموزايك شكت في فلوسي منين قالت هي فلوسها من الخدمه. انا فلوسي مشكه في فلوسي منين جبتها. احنا في تونس سيد. اي يا سيد القاضي احنا في تونس. نعم نبيتوا نقلتوا للصباح من بلاصه لبلاصه يا ربي ربي ودي على شكل تروحوا بالصور دي
انا كمان مستكفين بيهم يعني. هي 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 انت يا ست احلام شككتي في فلوسي دقيقه سامحوني. انت استنى استنى امي تراكي امي تراكي توفيت يرحمها. كنتاكي امك كنتاكي شنو اللي تكلت فيه كنتاكي؟ شنو قاعده تكلت؟ هو تو هو يخدم هو يكلت وهي تسلت. هو يكلت وهي تسلت. هو يكلت انا هو يكلت سيد القاضي. سيد القاضي انا سيد القاضي. سيد القاضي مقهورين مني مقهورين. ست احلام بليز بليز احلام بليز بليز. انا عمري ما جبت على مجوهرات بليز ولا بلنز. اللي قراها درسها واللي طلبها من تونس كلمها وقراها درسها عمود بشنيره وما ما معنا عيب لازم نكونوا كلنا لحمه. شمس مجوهرات معناها انت تقرر انه مسكين شمس زوالي رمان خيط ثالث داخل زوالي تبيعها. الحمد لله انا من الزوالي الحمد لله يا ربي انا لاباس مفتوح. بارابور الاحلام بتبيع بارابور الاحلام. انا سيد احلام شكون اتصل بيك من تونس باش اثرت هالمساله هذه؟ امين قارة اتصال من تونس. حسيت حطينا امين قارة منو فينا ومنو منا. امين قارة امين قارة امين قارة اتصل فيني. استنى اتصال من تونس. يكفي 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 بهاتف الخيوط تشربكت من تاكسيفون. اش نجاوب؟ اش نجاوب؟ امين قارة انت مطلوب باش نجاوب. عارف باش تقول هي هكاك ودوري قالته صحيح. اما جوست معناتها طارق بعرفش خذاني تليفوني خاطر هو تكلم بيه. غير عملوها قبل معناتها يعني تو لا الحمد لله كنت فقري انا وقتها. هكا 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 نرفعوا الجلسه لان الخيوط تشربكت. يلا ما عندنا نرفعوا الجلسه. سيدي القاضي سيدي القاضي سيدي القاضي كلمه لو سمحت كلمه. انا رفعت عريضه لسيد وكيل الجمهوريه على على على, على حساب الانستغرام على حساب الانستغرام. اسمعوا سامحوا سامحوا هيا تسامحوا هيا بوسوا هيا بوسوا خليك بوسك يا بخي يا بخي خليك صحة. طلعت فريرة أحلام طلعت فريرة ما في بالي طلعت الحكاية في شوشي. لا ثم سبان ولا ثم شكاية. والسيدة أحلام امرأة لطيفة جدا لطيفة. وبالدليل أن جات ورخصت معاه. إذن انتهى الأمر ونطوي الملف نهائيا. نازم أقول كلمة أنا لا هاي كاو كاو ما يمنعش معناها صحيح اغانيك محلاهم وكل شيء. استنى عاد استنى استنى لا ما يمنعش ما يمنعش مواقفك ما تعجبنيش. سبحان الله معناها اغانيك محلاهم ونحفظ لك اغانيك كلها كما الشعب التونسي كله نحفظوا اغانيها. ما يمنعش اللي انا معناها باش نقول مانيش ندم على كلامي قلت مانيش ندم راني فهمتني يا ست احلام. اسمعني باش نسكر الموضوع. غنينا اغنيه نتاعها ومرحبا بيك في تونس. راه انا صحيح كنت غنينا يا شمس. مرحبا بيك تونس. تونس بلاد الكرم بلاد الجود الرحبة بالضيف. معناها انت مرحبه في تونس. مرحبا بك. انت مرحب بيك بعدها غادي. لا 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 الخليج لا الخليج مش ملك احلام. تصفيقه بلا اسان تصفيقه على احلام باشا حبيبي حبيبتي على هذه الانغام. الحمد لله وفقنا ما بيناتهم وانا نعرف مهمه نتاعنا راهي صعبه في البرنامج هذا نوفقوا ما بين تونس متعاركين. داير عملنا قصع قصاع قطاع قصاع قصارة قصارة طاعة قصارة من غير بوس صفا من غير بوس. شو 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 تمشي الأغنية تمشي ربتها كويس. الحلقة نتاع اليوم حصريا اكسكلوزيفمون باش يكون شبيك حاتم صفا. خليه راكد ارقد ارقد ارقد. وللتذكير انه في حلقة اليوم حصريا
واكسكلوزيفمون باش يكون حاضر معنا بعد لحظات النجم العالمي سوبر ساكو اللي عرفتوه في غنية ميغنا فيتورينغ مع بلطي. فما جديد تكتشفوا ان شاء الله بعد شويه اون اكسكلوزيفيتي حصريا حاجات حصريه من الكليب نتاعنا. دونك استناوهم باش يكونوا موجودين بعد شويه معنا. فوالا ميوزيك كويز تو سويت سينجل لولادي. Candy shop. Sing اللي بعده كسر الدنيا كله هذا. Yes. يا ليلي يا ليلى فيق لي شويه وكبس روحك يا ليلي يا ليلى يا ليلي يا ليلى فيق لي شويه هالليلة ولا جاب صح. السنجل اللي بعده هو هذا. مارو ألكسندر ستان ساكسو بيت. إجابة صحيحة. السنجل اللي بعده خويا من أحلى ما خرج عام 2017 هو هذا. جيب 1000 جيب 3000 جيب 4000 ميخانتي. إجابة صحيحة. السينجل اللي بعد امشي عاد شكون يطلعه صعيب شوية هو هذا. عبد الرحمن محمد. أسابك أسابك شنو أسابك شنو عشق 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 الله الله. اللي بعده سينجل الصعيب شويه هو السينجل هذا. هاي على جو الفياس هذا السهريات. نجم تحطها في كرهتك تسمعها في الدار تسمعها. كارلس دريم ايروينا. اجابه ايروينا. اللي يتبعوا الراب واللي مغرومين بالراب واولد سكول على الاخر اكيد يعرفوا السينجل هذا. Sans frais, sans temps du bled. سالو سالو اسمع رجع رجع للهوري بيرسوناج تاع لايس لاسلوسا هاي البوزه هاي البوزه طنطو قلو باش تقولي طنطو يا وجه الدكتور ايه يا حسره والله يا حسره والله مش نعرف نحكيو على ايمات الحلوه جايز من بعد سينجل هذايا اسمع نوتيت الاولى نشوف بيبليك كيفاش يشيخ من صغري زغري ديما مروح خيطانو اسمي حمادي نمشي في بارو من صغري
جو الراي هو هذا. صحيت شمس ما نعرفيش. جيب صحيح على الجيرينو فوالا. ننهي بهذا السنجل الجوله الموسيقيه الهيله مع دنجور هذا. ماجيك سيستم عقولو دانس. هلا عقولو دانس. توحشتوا حطوه مع الاخ والصغيرات نتاع توا اللي ما خلطوش على خطاب على الباب والدنيا جمله خطاب على الباب على شيخ تحيفه على شيخات ما تترتاش بكل على دي بيرسوناج عشنا معاهم ليس لاسلوسا وخرجتوا البوزه شيخات الكل تشوفوهم في البورتري هذايا ونرجعوا مع بعضنا لليميسيون. اليوم ممثل بالاساس شاهدناه في عده اعمال تلفزيه كما الظهور نتاعو في مسلسل الايام كيف الريح عام 1992 للمخرج صلاح الدين السيد. باب جنينه ما فيه حتى مشكل، الباب الداخليني ثم زوز كوب نجم نحلهم ونشدوا لي برشا وقت، ندخلوا من التالي خير ثم كوب اسهل هكاك نجم نخدم في راحتي. عام 1994 يظهر حاتم بالرابح في مسلسل حكم الايام. بالنسبه لي انت احسن امراه في الدنيا، اجمل من الورد أحلى من العسل. منه هو الخطاب على الباب، المسلسل اللي خلى بصمة عند كل تونسي. تشكون ينجم ينسى ليس لاسلوسا؟ اسمع يا سسمك، مش باهي لو قال الراجل واحد يكلمك وانت ما تجاوبوش. اسمع قهوتي نحبها فيتخ مش كافي تيرك. واو عبيد. 2010 نلقاو في عمل تلفزي اللي يمكن من بعده هو ما عاود نشريناه في التلفزه التونسيه، نحكيو على ايام مليحه. شبيت في دار بوك؟ لابد في الدار، ماني راجع تو. مالا نمشي معاك، ماذا بيا نعزي امك وفي الطريق نحكيو. شوف اقعد ما تقلقش روحك، نعرف عندك برشا التزامات وبارك الله فيك. انا تو هابط عليا مصيبه زرقاء، يظهر لي مليكه شد عليا حاجه شنو هي ما نعرفش، خايف لمليحه وراه العمله. حاتم بالرابح شارك في عدة أعمال سينمائية زادة مثلا سيف حلق الويد، بعد ما خليناه هكا اليوم نلقاوه هكا، أما عنده مدة غايبة علينا وعلى الساحة الفنية الناس تتسائل عليه وين مشى. هذاك علاش هو ضيفنا الليلة في الليميسيون باش يقولنا وينو هالغيبة. شفت أنا قداش دمي بارد. أواخي أنا قاعدة نشوف. اسمع تعرف كان نمرض على خاطر شعري مبلول صبيته كنت شاغة وقلت هو السؤال اللي كملت به هلا الفيتيرا. مش نبدا من وين غبرت؟ وين ريحتك ما فماش؟ من 2010 من وين مشيت؟ فاش تعمل؟ بون انا كنت في اليونان، نعيش في اليونان تو. تو تعيش في اليونان ما عادش في تونس. اما نمشي ونجي، نمشي ونجي، فهمت؟ نعبط لتونس ما نقعدش برشا في تونس، اما نعاود نرجع اليونان.
يعني علاش ما عاودناش رينك في تونس معناتها انت قريت في اليونان صحيح ما متاكد اللي التمثيل راه قيدوده قعد في قلبك وفي مخك بالطبيعه بالطبيعه اما انا نخلي نمروي وكل شيء اما ثم ما تساعات ممكن تغيب تتنسى شويه كوا فهمت مو انا اختيار مني اللي مشيت اليونان فهمت متعرفش انت مقصر شويه زاده شنو مقصر فيه مقصر ما تظهرش زاده ماكش في تونس ماكش تظهر ماكش تقول لهم كيما توا مثلا ما عرفش انا سيد تسمع عمل جيد تحضر تبدا تسال خاطر نبدا غايب هذاك الواش اي معناتها كان تحب تظهر مو يزمك تعمل ايفور انت زاد نسايب الخدمه غاديك ونجي شو تخدم انت غادي نعم في الانيماسيون غاديك انيماسيون تاع شنو؟ توريستيك معناتها انيماسيون توريستيك تعرف اللي حاتم الفورماسيون نتاعو الاولانيه كونه دونسور وعمل عمل رقص كبير ياسر وعمل بالي برشا انا جايز فما حاجه مش داخله مخي تو معناتها انيماسيون توريستيك معناتها شنو؟ معناتها انيماسيون في اوتيل شنو معناتها تعمل؟ لا انا توا نعمل في حاجات اخرين انا نعمل باغ اكزومبل ما هبش نفصلك بالضبط باغ اكزومبل في الجزيره اللي انا فيها فهمت نمشي نعمل انفورماسيون للناس نرنيهم فهمت نعلمهم الدونس وكل شيء وكذا فهمت عملت كرنفال مش كرنفال كيما حاجه كي كرنفال عندي حلم كبير عندي حلمه زاده كبيره حاب نعملها في تونس وانا خاطر عملتها قبل عملتها في جزيره اللي معناتها ستيل كرنفال فهمت كرنفال يبدا كيما نقولوا من نابل ولا من حمامات حتى لشارع حبيب بورقيب وانا مستعد نعملها الحكايه هذه خاطر عندي انا نعرف كيفاش نعملها خدمتها قبل فهمت هذه من الحاجات وهذه تخدم التوريزم بالطبيعه اي لفت انك بعت معناتها من نجم النجوم في تونس وقت لايس لاصوصا فريمون في التوب معناتها في التوب في الكارير نتاعك وكل من بعد بشوي بشوي تختفي 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 لليوم سمعنا ان انت معناتها تعمل في انيماسيون توريستيك في اليونان معناتها من ستار من الجروند ستار معناتها الكبيره في تونس الانيماسيون توريستيك معناتها ما تراش انت ضيعت كاريرك هكا لا والله لا نقول لك حاجه انا العباد ما زلت تفكرني كل شيء ما ضيعتش كاريرك فهمت نجم نرجع ونعمل انا ما قلتش باش نبطل تمثيل ولا باش نو سي با سا انا مشيت وعملت اسم زاده في الجزيره ما نقولش اليونان في الجزيره اللي انا نخدم فيها والناس الكل تعرف فهمت فهمني وعندي اسم ما انت خدمت عليه وكل شيء وكذا اسمع انت وجودك اليوم بحضنا انك باش تعطي الحاجات اللي يمكن العباد ما يعرفوهمش اللي مخبيهم بينك وبين روحك الحاجات اللي باش تخليك ترتاح ديجا فيزافي ديك انت باش نبدا نبربش كل مره بشويه بشويه باهي اوكي مرحبا معناتها نعرف اللي عندك استعداد في الصراحه باش نجم تجاوبني انا نقول لك كل شيء صحيح اللي فما ناس قراب لك برشا وقت اللي طاحت بيك الدنيا شويه خذلوك صحابك الصحبه اللي بالرسمي وقت يتيح بيك الدنيا ما لقيتش صحابك اللي كانوا معاك وقت انت معروف وكل صحيح فما مش الكل لما صحيح اما ما نزلش تسمي هذا باش ما نحرجهمش ما تسميليش اما اسكو من الدومين نتاع التمثيل من الدومين نتاع التمثيل وأباردم انا اعطيت جمله معناتها فيها بين قوسين سامحني بيج صغير قلت وقت تطيح بيك الدنيا ما تلقاهمش اسكو اليوم طاحت بي حاتم الدنيا ولا بصراحه جم لا لا الحمد لله انا معناتها ما نجمش نقول تحت بيه الدنيا نجم نقول معناتها السفر الحمد لله لاباس 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 مازلت شويه ما لاباس مازال اللي نحب انا نعمله مازال شويه هكا هو نحب نوصل له عايش اليوم عايش في حلمه انت ما تعرفش روحك انت عايش في حلمه معناتها انت البطل نتاعها كان في حلمه كان في مخك انت هي كهو اي عايش في حلمه اما قدره ربي بالعزيمه نوصل لها. هي ما لازمك ترجع زاد الواقع نتاعك معناتها نسمعوا اللي انت في اليونان وكل معناتها انا ما حبيتش نقول معناتها تبدلت الدنيا معاك نعرف من لفيت انك تكون ستار نجم النجوم معروف الناس كل تجري في جرتك وتتصور معاك وكل تلقى روحك طف بعد خمسه ولا سته سنين على انا ستار تحكي ساعه معناتها هو شو مش ستار؟ ايه نعرف ليه هو ستار اما ليه نحكي عليه هو ليه نعرف ليه هو ستار وفي اسختا ماما ولا ايبوك كان في السماء كيف وكيما برشا اسامي اخرين اما نحي كلمه ستار ويعرف يمثل والعباد تحبه ما تلقى حد شايره معناتها مش ستار اللي يخلص فيه هوليود معناتها ياخذ فيه ملايين معناتها زرقاء ومليارات لو فات انت غدوه عباره الاسم ستار عباره انت مره مثلا انت بعد اربع سنين ما عاد يعرفك حد تختفي جمله معناتها
هو اللي صار مع وقت اختفى هو الجملة معناتها أصحابه ممثلين أصدقاء ونوتوريتي نتاعو كله تفسخ. مثلا تمثيل شنو حصلت منه؟ أنا مثال مش نقول لك لا في حياتك شنو ربحت من التمثيل؟ شنو ربحت؟ أبار محبة الناس وكل شيء ذاك متفاهمين فيه، أنت شنو ربحت من التمثيل معناتها ماتيريالمون فلوس شنو ربحت؟ لا فلوس ربحت فلوس من التمثيل مش ما ربحتش. كل إنسان معناتها أي عمل فهمت معناتها بالطبيعة كي باش تمثل فيلم ولا مسلسل ولا واعي باش تاخذ فلوس فهمت كيفاش؟ أنا ربحت فلوس مش ما ربحتش فهمت؟ مش فلوس فلوس لميت ومشيوا على روحهم ما عملت لهم شيء. مستقبلك ولا تحتاج تعمل مشروع ولا انا باش نرجع معاك نحب القاعده باش نبداو تفهموا على شنو قاعد نحكي. خرج من تونس مشى لتركيا، من تركيا مشى لليونان، في اليونان يصير له اكسيدون، صار لك حادث في اليونان صحيح، حابك تكمل تحكي الباقي وحدك. صار لي اكسيدون نجم تقول مورتال بالحق تضربت في ساقي الزوز حسين ومشيت هكا ما تلهوش بيا بالكدا فاسمه ودرسوه شويه دواء وكل شيء ورجعت قعدت نخدم فهمت ما تلهوش بيا بالكدا مشيت بعد تعبت ما عاد ماش نجم وصلت ماش نجم نمشي جمله فهمت مشيت للطبيب يوناني في اليوناني مشيت غزر لي واحد قال لي باش نقول لك حاجه قلت له تفضل قال لي سقيك يزبهم يتقصوا الزوز ما نعرفش انا هذا طبيب ولا زازار مانيش فاهم انا فهمني قلت له في اليونان في اليونان في اليونان قلت له كيفاش قال لي صدقوني نقص البي ونروح هبط لتونس لابس شلاكه خاطر ما عادش نجم نلبس لا صباط لا حتى شيء ونداوي في تونس وندخل السبيطار ونرقد في السبيطار والحمد لله تو لاباس علي ونحب نشكر ساعه قبل كل شيء السبيطار اللي مشيت فيه في السبيطار نتاع نابل الكلهم نحب نشكرهم الكل فريمون من الطب ناس فريمون يعطيهم الصحه بالحق فريمون كيفاش تلهوا بالعبد كيفاش كذا وكيفاش ونظافه ودنيا والله العظيم صدقوني من قلبي نقول فيها والله نحب نشكره من قلبي والله هذايا نسميها محنه واي انسان ينجم يتعدى المحنه، المحنه هذايا شكون وقف معاك فيها؟ امي كاو ربي يفضل هيك امك كاو اي امي ما تلقى حد امي وقفت معايا في المحنه الاولانيه ومن بعد بشوي ومن بعد كي عرست وقفت معايا مرتي ربي يفضلها لك عايش اليوم بعد معناتها المراحل اللي عشتهم في حياتك وكل ندمتي على حاجه ما تعرفش فما حاجه ندمت عليها حاجه انت بينك وبين روحك ندم عليها والله كانت تعاود بيك الدنيا شنو هي الحاجه اللي ما تعاودهاش كان جيت نجم تعاود حياتك من الاول وتعاود تعيش الفيلم تاع حياتك من الاول للاخر شنو هي الغلطه اللي يمكن اكبر غلطه حسب رايك اللي عملتها ما تعاودهاش يمكن ما نخرجش البر نقعد في تونس ما نخرجش في وقت اللي معناتها في وقت اللي يلزمني نقعد في تونس حسبتها فلوس انت اكثر خرجه هذيك حسبتها فلوس وقتها حسبتها فلوس صحيح انا صورت فيها فلوس اما الفلوس مش كل شيء صحيح هي الفلوس عندها قيمه بالطبيعه فهمت اما ساعات تخسر حاجات معناتها هو اختيار يا هكا يا هكا قداش عمرك انت اليوم ديجا معناتها رينا الملامح تبدلت ما عادش كان مشاركيني ولا لا الراي معناتها من الخطاب على الباب لتوا معناتها رينا الملامح تبدلت على الاخر حتى من غاب علي حاتم نعرفه صغير برشا انا ما قداش عمره قايس توا ما نعرفش شكسبير صغير برشا كان طفل النار وقت اللي نشوفه في الوضعية هذه نتعب مي مادام عندك القليب كما نعرفك تخرج بخاطر الملامح نتاع التعب الكل ظاهرين عليك حاتم مي بالفرصة قدرة ربي نقزها بالطبيعة تعرفني هذا نعرف
ما عندكش طرايف تذكرهم جمعوك انت وقياس مع بعضكم في المجال؟ اوه فما 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 طرايف برشا طرايف. مثلا باهي باش نعطيكم حاجه. مشينا في مهرجان سوريا مهرجان دمشق بالمسرحيه وانا صغير عادي يجيو كل كما نقولوا مخرجين ومدري شنو نبدا انا قاعد معهم فهمت ونحكي في المسرح ومدري شنو انا ما زدت كيف ديت روح عادي تعدى وبعد ما نقوم يقول لي نحب نفهم حاجه نحب نفهم كيفاش قاعد تحكي معهم ايش هو تحكي في المسرح تي ناس يقعدوا معايا ويبداوا يسمعوا فيا وانت ما يعرف وانت ما تفهم شيء انت ما زدت كيف ديت بزيد كيف ديت لين هم مخهم قيس باي قيس ذكرش طرفة انت معاه في التورناج عندي احساس ما طرفة كليس صرفاق بالرسمي مرة باز قيس عنده الحكاية دايما صرفاق هو كنا خدمنا مسرحية ما كملتش خدمنا فسرحية طويلة ياسر وصلت ستة شوية وما كملناها اتذكر ضيفك عند بوك قدور هذا يلعب ولدي ويزم نعطيه كف وفي البروفه بخرج يرحب ولدي محمد ادريس مثلا يقول لي زيدوا زيدوا خلينا نحب نسمع الكف وين تراف بعد قلت له يا محمد يا زيني يدي وجعتني قال لي هو توجع قلت له يدي وجعتني باهي عزوز خدم معايا خدم معايا خدم معايا مسلسل ولد الناس هو مازال تلميذ يقرا مازال صغير بكل هو ودالي بن جمعه ومحمد علي النهدي وفما زوزة ثلاثة اولاد صحابهم يقراوا فرد مكتب مع بعضهم جاوا مع محمد علي النهدي باش يخدموا واول عمل محمد علي النهدي في ما ظنكش يا عزيزه في ساعة كبر اي صحيح بدل علي انا بدي ما جيت تفرج في المسرحيه ما عرفتوش وبعد قعدت نبوس فيه ما يعرفوش هو دالي نهدي ودالي بن جمعه معناتها نداد مع بعضهم هو دالي بن جمعه ودالي نهدي دالي نهدي نداد مع بعضهم بن جمعه اكبر منهم شويه اما هو ولد النهدي نداد وداير خدموا معنا في شكسبير وعملوا ورق ساعات باهي ياسر يقراوا لا اكبر منكم عبد الحميد يقراوا فرد قسم راه فرد قسم تقرا لا دالي اكبر منهم شويه 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 عامين ثلاثه موجودين اربع سنين كي خدموا معايا انا كي خدموا معايا انا جابهم يقراوا معاه فرد قسم جابهم من المكتب من المكتب جابهم من المكتب قال لي راهو زملائي معناتها اصدقائي في المكتب وجابهم مع معاهم واحد اخر خدم معنا جات عطيه في في كليب معنا جات عطيه هزك صرافه يحطها في البحر ولا شنو معناتها صغير كيفكم صرافه على عمر روز كليب حتو نرجع بيك للاقوى لقطه معناتها قاعد يذكروها تونس تريحه الكليتها على البوزه محمد نعيم الجني اسكو بالرسمي عطاتك تريحه لا لا باهي بون مش نحكي لا بون هي حكيت عليها قبل اما انت ما حكيتش عليها قبل انا ما حكيتش عليها هي السيكونس احنا نعرفوها كيفاش بتصير وكل شيء باهي باش نعملوا ريبيتيسيون هذا بون حطوا لي كاميرا سي سلاح الدين السيد وكذا وكيفاش باش معناتها كيفاش نخدموها قالت لي كيفاش نخدموها قلت لها نقول لك حاجه اضرب الحق قالت لي نضرب الحق قلت لها اضرب ونعيمة تبارك الله عليها هي معلمة معلمة فهمت ما في بليش باش تخمر ركاكة تبان تريحة قلت طفلة باش تضرب أنت مش باش نحس شيء فهمت كومي فهمني وشادت وشادة ها هاي البوزة في الصباط نقول لها كاسك السافي دي خسر قول لي السافي دير هذا وتهبط بالقدر صبت رضا الضربة الأولى بالقدم جاتني في الراس طاك اوه بداو عاد لازم نكمل السيكونس هي تعملت مرة كاهو ما تعودتش راه والعباد تضحك فهمني وشدتني وتكذب هي تكذب وانا مالها هذه ما زدتها واحد جو سوي دونجور جو سوي دونجور تعملت معناتها صلاح الدين السيد قال يزي مرة كاهو وان شوت مشيت وان شوت وقيس كاش كنت طاير هيلو في المسلسل بعد بعد ما كملنا سمعني بعد ما كملنا قالت لي قالت لي حاتم سامحني قلت لها لونه نصي بون قلت لها فما حتى مشكل وقيس كاش كنت طاير هيلو في المسلسل اما هي تبارك الله عليها في قيس شنو كنت تقولوا باش طاير هيلو في المسلسل هو كان يسكن معايا في البيت لا لا في المسلسل نحب نراها السيكونس بعد اعوام بيناتكم زوز وتلقاها شنو تقول بعد عوام سيكونس هي بيدا تعب سيلونس وقت اللي تقوم وقت اللي انا
ما فما برشا انا برشا خبره اي السيكونس اللي ما نسيتهاش مع جايس انا هي في المسلسل هذاك ثم اللي يقول لك ثم اللي وقت اللي تتعب في السبور اي وانا مقاوم هاي نعاودوها برا بعروش عندك هاي سيلونس لا فكرني فيها عاد خليني تفكرها استنى استنى ثم ثم وقت اللي تفرج في شو اسمها المغنيه وقت تقول تقول لك طونطون تقول لك انت تغير مني نتفرجوا في التلفزيون اي وانت وقت اللي انا ندخل تقول هي بطلت الحكايه هذه اي 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 برا جايز برا استنى استنى نعملوا نخدموا تاخذوا تاخذوني خذوني واحنا قاعدين واحنا قاعدين برا سيلوس انا هذيك مازال يحفظ فيها سعديه نتفرجوا منى نتفرجوا في التلفزيون اي جايز بعروش اكسيون سيلوس ساتورنا سيزيام فوا اكسيون ايوه هو داخل ايوه او جاي القضاء ما عادش فيها قاعده انا مشي شد بيت تخيل شبيك طنطو طنطو قلت لك ما عادش تقول لي طنطو يا وجد الدون طنطو علاش ما عادش نقول لك طنطو علاش ما عادش نقول لك طنطو تعرف يغير مني هو انت تغير مني انت زيد تقول نشكر زيد انت تغير مني انت تغير مني مني جيت وانت تغير مني تسمع فيها مني انا ليه عاد ما عادش فيها هيا تبقى على خير بيقول لك قلوب غير مني لا يا بنت المزيانه ما عليها والله فما فيسبوك فما انستغرام فما حتى شيء ومعناتها توا كي يحكي على سيكونس بالحق نتذكرها بالكدي 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 ما فما حتى حد نسى حاجه من المسلسل هذاك ما نساوش بكل كيما ما ننساوكش انت بكل هذاك كيف وصدقني فرحت برشا بعد قلت لهم يا عزيزه راهو جاي يتفرج خاطر غبرت علينا عندك مده ريحتك ما فماش دونك فرحاني برشا انك جيت بحثنا اليوم اسكو عندك حاجه في تونس ولا ليبيا انتم؟ ثم اي ثم ثم عندي مسرحيه مع سي محسن بن فيس وفما زاد الفيلم خدمت معه قبل انت محسن خدمت معه اي وثم ان شاء الله ثم فيلم زاد ان شاء الله ان شاء الله نجم نقول ان شاء الله خدمتك المر لا حد كي باش نبدا عندي مسرحيه واحد صحيح باش نقعد هنا مرحبا بك حاتوم فرحان انك جيت بحضرنا اليوم تصفيقه كبيره على حاتوم حاتوم يا غالي برشا فيكم لقاو الوقت نتاع البي سي نتاعهم والحاجات الالكترونيك تبدل لوغ دي تي لوغ ديفير ما عادش كان لاحظت انت مره الفازه ولا شنو تبدل بي سي البورتابل شون البي سي البي سي تبدل وقته زاد ساعه من المهم اي باه وانت يا شمس زاد ساعه زاد ساعه ليتيسيا لو تون ا شانجي البي سي اي بون بوكو دو تون اي ما جو سي با ترو بي سي موا اي تسامع داكتيلو ليتيسيا في روسيا صبروا هما كيك ام عزيزه هاي تيك هاي تيك ام عزيزه على الاخت بدل وقتها ما نعرفش نمشي على وقت تونس انا تبدل الساعه نتاع على فرنسا الساعه الصيفيه اللي كانت عندنا في تونس راهي رد بالك اي نحاول باه انا هذاك علاش في الحكايه هذيا ديما يظهر لي المونجيلا كلاسيك معناتها المونجيلا كلاسيك هي خير تقعدش تبدل ساعات تغلط ما تفيقش بيه تبدل وقتاش ترجع الوقت دونك تقعد المونجيلا كلاسيك حاجه وحدها وحاجه ضروريه واكسسوار مهم ياسر في حياتنا اليوم وحاجه من الحاجات اللي يلزمها تكون موجوده عندنا ونذكركم بالمناسبه راه تنجموا تلقاو اون لارج جام وفما شوا كبير برشا نتاع مناقل الرجال ونساء مع جوميا تلقاوهم موجودين دونك اختيارات كبيره برشا مناقل اين على الاخر وممتازين في كل شيء جوميا حتى في المناقل زاده كيف كيف موجوده وباش نحكيو على الموضوع هذا نستقبلوا مع بعضنا مهدي زغيدي مسؤول العلاقات العامه في جوميا مرحبا يا مهدي مرحبا 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 مهدي الزغديدي يا غالي صديق العائلة صديق العائلة هو صديقنا كل صديقي أنا قبل كل شيء معناتها صديقي أنا قبل كل شيء به أحلام راهو صديقتنا مش عارف عاودة رجعت بحثنا أحلام عش. ما فهمتش تستغلوا أحلام جماعة شبيك أحلام حط كرمة في باركينج 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 كرمة في بيتنا أحلام شبيك عاود رجعت ما ظهرلكش ولا شنو؟ قاعد على قلوبنا انت يا حسيت بيك ما تشبيك كل اكسيوم تاع كوميرسيال تجي بعدين توا رهبان رهبان مرحبا مرحبا مهدوش كان تحكينا شويه على منين نلقاهم على السيت نتاع جوميا اون فيت احنا في جوميا عندنا 1700 ريفيرونس نتاع منين دونك تنجم تقول اكبر انا
لك فيرن دالي بابا عندكم. اي 1700 ماركه تاع مناقل. 1700 ريفيرونس تاع مناقل. ما شاء الله. دونك اكبر بوتيك تاع مناقل في تونس. للرجال وللنساء. تقريبا 50% للرجال و50% للنساء. اي تبعتوا حكايه التناصف تاع الانتخابات حاجه باهيه. بالضبط بالضبط. ديجا رتوما عندكم كل واحد هدينا لكم كادو من قاله. طيب شوفوه. ميرسي. والله يا سيدي قيس. والله قيس. نقلنا كل اوريجينال اوريجينال وبالجارانتي مينيموم عام. حاجة حاجة هي لعبة. مثلا مونجيتك هذه. اي كانت تحكينا عليها. مثلا مونجيتك هذه يمين قيس نوفيل كوليكسيون. ديجا القيس كله فيه في البلاك فرايداي. معناتها اخر واحدة عندي انا. لا هذه من الريفاج جديد دونك هذه نجموا يلقاو كيف نجموا يلقاو كيف بيان سور فوالا دونك نجموا تلقاو كيف ولا بروف انه كلامه صحيح ديجا ورقه الجارانتي موجوده معاه من قلنا كل قلت لك اوريجينال دونك الجارانتي انترناسيونال الكل ال 1700 ولا 1800 اللي موجودين الكلهم جارانتي والكلهم اوريجينال حاجه هايله على الاخر حاجه على الاخر مثلا مروه شنو عندها مروه عندها شيروتي هذوك شيروتي بريستيج غيب يا مريم غيب غيب يا مريم دبر لا مش بعلوش احلام باه احلام بيصير مش بعلوش اخوات تلبسوا بعضكم نعرف البنات الساعه في الحكايه دي ما تصحبوش برشا ما احلام مونجالتك احلام احلام قبل التحول كانت عندها مونجال سبور شوفوا مونجالتي كاريره الله الله فايت فيتو دانجر عنده مونجال جابونيه كيو 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 صح دانجور كيو كيو كلهم ماركات مات باه مثلا شاموس فوسيل 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 بيذك قلبي هذا عزيز الله الله حاجه هايله على الاخر باه دونك يعطيك الصحه مهدي اما جوست حاجه طور السادة المشاهدين اللي يحبوا حتى هما مناقل كيفنا نحن ما تحبوا على حاجه كيما كيما نتاعنا كيما مونجال هذايا قيس كيما تشيروتي كيما فوسيل كيما كاريرا مش جامع ديامون اللي كنت ديامون بيان سور نجمو نكونوا كان ديامون شنو نجمو يعمل وفات عندنا توا اربعه كان جد عليك راك اهبل مريم الدبيغ فازي فازي عندنا اربعه مناقل الربح في السيت يدخلوا تو تو للسيت جوميا بانكوم بوانتيانس يفركسوا على تصويره مناقل فيها لوجو تسعه كيف ما هك دونك يلزم مونجيلا هاي هذا فيها لوجو تسعه لوجو تسعه مونجيلا اللي فيها اللوجو نتاع تسعه في اي كاتيجوري تنجم تلقاها بين الحوايج بين الماعن بين دونك يزمك تفلي يزمك تفلي تفلي السيت اللي انت تلقاه الاربعه الاولانيين اللي باش تلقاهم باش يربحوا دونك ما فيهاش اللوجو ما فيهاش الربح فوالا سينو تنجموا تشريوا من عند جوميا المناقل فما دي مونتخ موان 60% من السوم العادي 60% تخفيض 60% اي نعم 60% كان معناتها اقل من الشطر مال جوميا يا خويا اغلى مونجيلا قداش بربي اغلى مونجيلا اشدت بلاصه مريم حتى في الفيس راهي معناتها لا 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 باش نعرف باش تحط لهم اغلى مونجيلا برا ادخل لسيت جوميا شوف ولا سهلتها على الاخر يا اخي مشكلة انا شاكك المشكله في الكرسي معناتها يقعد غادي على الكرسي هذاك يتحول معناتها لا لا حبيت نعرف الكرسي الاخر هذاك الكرسي الاخر حاجه اخرى باه نذكروا الساده المشاهدين انه راهو جوميا توصل لك الى كامل تراب الجمهوريه انك تخلص على البلاصه كي تاخذ الكماندا نتاعك وساتيسفي ورومبورسي مع جوميا هذوما الزوز المعلومه المهمه برشا نحب تصفيقك كبيره برشا على مهدي زغديدي المسؤول على العلاقات العامه في جوميا مهدوش يعطيك الصحه بارك الله فيك خليهم نلاقي لكم يا سيدي الف مبروك صحه صحه جات نهار بلاصه مريم يا بعض في البوس احلام تبعت في البوس احنا اليوم نهار الربح ونهار الجوائز ونهار الفرحه نستقبلوا بعضنا الفائزه بمبلغ مليون كاش سماح عبد المولى من صفاقس جاتنا مرحبا سماح مرحبا يا سماح مرحبا يا لله اوي اي لله اي مرحبا سميح لله مرحبا مرحبا ايش جاب حذايا سميح ايش مرحبا نحب احلى تحيه لاحلى صفاقس معناتها قبله بوسه كبيره برشا لصفاقس ما جاتش ايديها فارغه جابت لنا معها صندوق مازالوا جمعتين فقط زوز اسابيع باش تربحوا 10 ملايين كاش جمعتين تربح 10 ملايين ابعث او بالاس ام اس على 85 860 85 860 بالخليجي 85 860 والله عدد شيء انت 10 ملايين باهين لك ولا 10 ملايين يا قلبي 10 ملايين حلوين باه سميح مرحبا لله مرحبا انا مهم شو اليوم مش غافري بعلوم عليك يا ابو مصيبه كان حلف الله بالله خذ بعضه شكون
ايوه باه سميح تتفرج في الميسيون انت ديما هكا ولا شنو رايك في الحكايه المشكله نتاع احلام وشمس؟ سمعت بها ولا؟ شويه اي ما انت شنو رايك؟ انت مع احلام ولا مع شمس؟ مع الاربيتر؟ صعيب الاختيار صعيب الاختيار؟ سبيان؟ احكي لنا الحكايه صاحبي احكي لنا الحكايه دبلوم في بالك شيء في بالك بشيء ها؟ مش برشا تعرف احلام شكون ولا؟ شكون احلام به؟ احلام طارق احلام طارق احلام الكويتيه اللي تغني مش كويتيه اماراتيه اه الاماراتيه سامحني احلام الاماراتيه دونك احلام الاماراتيه تعاركت مع شمس التونسي وانت مش عارفه اسمعني وانت مش عارفه شكون تختار لا 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 عرفت عاد دخلت ولد بلادي ولد بلادك هكا ولا من العرفزة وزينك يا قادم لينا وما تفارق تونس غني معايا غني يا قادم لينا وما تفارق تونسنا البيا ولا ما تجينا يا الله ولا ما تجينا يا الله ولا ما تجينا والذوق مريقة فقسية عطاك الله 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 سموها خلاش خلاش مساج بعث ابعث اس ام اس ابعث اس ام اس تروح يا ولد دار لاباس قداش من اس ام اس بعض قد ايه هي قد ايه تذكرش 10 20 30 40 50 20 ديجا 30 مساج 20 مساج اما كوميم كانوا رونتابل كي ترى المليون الف مبروك ليك يا ليلى المليون قلهم يتفرجوا قلهم قلهم ميرسي بعض قلنا كيفاش بعد هالمرة ربحت مليون إن شاء الله المرة الجاية نربح العشرة الله الله إن شاء الله خليلهم حاجة وخياتك إن شاء الله حبيتي تروح بيهم زاد هذوما الله الله إن شاء الله 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 ها مات القناعة كنز لا يفنى ريت سيد الموت ما تخليهاش تاخذ في مخها ابعث أنت واربح بلاصتها يزاها ما ربحت سي بون يزاها ما ربحت سي بون ابعث بالاس ام اس او على 85 860 تكون أنت بلاصتك لهنا بعد جمعتين تربح 10 ملايين كاش باش تعمل بهم مليون في الميكرو في الميكرو شو باش تعمل بهم؟ مدهم لهم تشكي بشمس ما زلت متى ما قررت تمدهم لحلين تشكي بشمس؟ لا ما نرضاش فيه راح احط كل ثروتي كل ثروتي كل ثروتي بالله سمعت تحط ثروتك شنو هي ثروتك باش تحطها؟ اطرى فيهم قدامك هاو ما نمشي من بعد ما نمشيش ثروه مجوهرات لبستهم كلهم هاو ثروتي مشيش مشي بخاخو في بلاصه هذا ثروته ماشية في بلاصة أخرى حاجة ربي خليك ألف مبروك لها مبلغ المليون عقبة اللي كنتي بالاس ام اس على 85 860 بعد الإشهار يحضر معنا نجم عالمي نجم عرفتوه بسينجل مكسر الدنيا عامل أكثر مشاهدات عرفتوا الأغنية ميجينال ولاد ولا لا اللي ما عرفهاش غير هذا